يمكن 30 سنة دعينا على دعوة شمال الرياض، ويوم وصلنا وجلسنا كان من ضمن المدعوين الله يغفر له يرحمه الأمير محمد بن سعود الكبير، وكان فيه ولده السامر عبد العزيز موجود في الجلسة. يوم قالوا تفضلوا، طمر السامر الله يصبحه بالخير واخذ حذيان ابوه الله يكرمكم ولبسها اياه، فعلا لبسها اياه دخلها برجله. الحقيقة هالمنظر يعني بالنسبة لي كان منظر اش اقول، فخر اعتزاز، شاب شاعر امير ومرموق ويلبس ابوه حذيانه، يعني وش اقدر اكافي فيها؟ ما 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 ما, ما اقدر اكافي بشيء. لكن ممكن غيره يقوم بهالمجال لما تقول، لكن إيه اكيد صحيح. هو يبي وطمرته وطمره ذيب يبي يكون الاول صحيح. لانه شاعر، انا اعرف انه شاعر، قلت يمكن افضل شيء اعطيه لي كبيت قد تكون افضل هديه عنده. فقلت ليت القصيدي باع واشريه بفلوس واخذ من السامر فقاره قصيده احتاج له، لا دق بالقلب هاجوس او خايله نفسي دروب بعيده او هب من صوب المواليف نسنوس يرتاح له بالي وضغطي يزيده، او صرت عن شوف المحبين محبوس لو كل الارض بحوزتي ما اريده. اعطيتها اياه بورقه، ويوم اخذت كم يوم الى فيه بجريده الجزيره يقول المدح يا راشد بعوزه وناموس، تبغى الفوائد والعرب مستفيده، الشعر يبغى له قوانين ودروس لا شك كسر بكل صفحه جريده، احد يجيب الشعر ويحوس بحوس واحد يجيب لك القصيده فريده، والشعر فيه بحور وعدود ورسوس، فكر عسى تفكر عسى تحيا حياه سعيده. يوم اخذت لي يومين ولا اختي ام احمد الله يصبحها بالخير ايضا مرسلت لي ابيات تقول يا اخوي لك بالشعر فخر وناموس، يستاهل اللي ينشره بالجريده، شعرك جميل من القلب، شعرك جميل به من القلب حاسوس، والبيت من طيب المعاني تشيده، شعرك عجبني في من قوافيه للروس، واقول راشد جعل ربي يزيده. سلام.